أهلا وسهلا بحضراتكم. بكلم حضراتكم عن اختناق العصب الأوسط اللي هو مرض مشهور بنسمع عنه كتير. الست بتقول إن هي بتصحى من النوم على تنميل إيديها، حاسة إن الدم مش واصل إيديها، بتنطر إيديها علشان تخف. ممكن تحط إيديها تحت مية، ساعات يقولوا ساقعة وساعات يقولوا سخنة، علشان تخفف الإيد، حاسة إن إيدها العصب فيها مخنوق. ومن المعلومات الغلط ان الناس تفتكر ان احنا هنعمل عملية تسليك شرايين، وهو في الحقيقة عصب، او كلمة تسليك عصب، وانا ما بحبش الكلمة دي لان بتوحي ان هو ماسورة بنسلكها، في حين ان العصب ده هو سلك كهرباء، هو في الحقيقة تكوين بيحمل كهرباء من المخ الى العضلات والاجهزة الحسية الجلد علشان يؤدي وظيفة حسية وحركية. فلما بيتخنق بيحصل الأعراض اللي احنا قلناها دي. ايه هو العصب الأوسط؟ في ثلاث أعصاب بيغذوا الإيد، بيغذوا الدراع يعني لحد تحت، العصب الزندي والعصب الكعبري والعصب الأوسط. العصب الأوسط ده بيعدي تحت نفق من الأربطة أو الشغط بالبلدي كده، الموجودة عند مدخل كف الإيد. فلو الأربطة دي تضخمت أو حصلت أي مشاكل تانية، مثلا حصل لها كسر، حصل أي مشكلة، ممكن يحصل اختناق لهذا العصب. الاختناق ده بيأثر على تغذية العصب، بيسبب الأعراض اللي احنا قلناها دي. واختناق العصب الأوسط في هذا المكان، هو ليه أماكن تانية ممكن يختنق فيها، لكن هو ده المكان الشائع وبيحصل كتير في الستات، برضو بيحصل في سن من 30 إلى 50، ممكن برضو يقل شوية، ممكن يزيد شوية، لكن هو مشهور في الستات ومش معروف سببه الحقيقة، لكن وجوده في الستات بيخلينا نشك في الهرمونات، ارتباطه بحبوب منع الحمل او العلاج بالهرمونات. مثلا لو واحدة عندها دورة فيها مشاكل بتاخد ادوية الهرمونات لفترة طويلة ممكن يحصل مشاكل، ارتباطه بمرض الغدة الدرقية لو فيها كسل برضو بيخلي ده سبب. انما هو في الاخر لو ملوش سبب ولسه موجود وتم تأكيده فهو مرض جراحي، بيتم علاجه جراحيا عن طريق فك الاختناق ده، وبنسميها جراحة لتحرير العصب. يعني ايه هو مرض جراحي؟ يعني احنا في يعني نقول في كل الاحوال بنعتبره ملوش ادويه، احنا بندي ادويه تغذي العصب وتخليه يتحمل هذا الاختناق لحد ما ناخد قرار الجراحه. يعني بطلنا ان احنا نحقن كورتيزون حوالين العصب علشان نخفف او نعتمد على العلاج التحفظي او نحط كبيره او الكلام ده كله بطلناه. في شبه اتفاق دلوقتي على ان ده مرض جراحي وان علاجه مبكرا بيعطي نتائج افضل. ليه؟ لان احنا لما بنفك الاختناق حوالين العصب بندي فرصه للفيتامينات اللي كنا بنديها قبل الجراحه ومش قادره توصل للعصب انها توصل له بعد الجراحه. فبالتالي اذا احنا تاخرنا في الجراحه وحصل تلف للعصب، فبعد الجراحه العصب ده بيبقى تلفان، تحسنه بيبقى محدود بمقدار التلف اللي حصل فيه بسبب اهمالنا وتاخيرنا في اجراء الجراحه. فاذا شخصنا اختناق العصب الاوسط لحد دلوقتي في الوقت اللي انا بتكلم فيه دوت، ده مرض جراحي بنتدخل فيه جراحيا على طول وبنفك هذا الاختناق اذا كان الاختناق في الرسغ. المنطقه اللي بيكون العصب فيها مخنوق منطقه كبيره، لكن الجرح بتاعه صغر جدا مع الوقت وبقى جرح صغير جدا، لدرجه ان احنا زمان كنا في فتره ظهر المنظار بفتحتين نفك هذا الاختناق، دلوقتي الفتحه بتاعتنا اللي بنعملها بقت اصغر من فتحه المنظار، فالمنظار مات كجراحه في مثل هذا المرض. هي جراحه سهله، الغالب ان احنا بنعملها تحت بنج موضعي او تخدير موضعي. ممكن نستخدم التخدير الكلي في بعض الاحيان لو المريض مش هادي او المريض مفضل ذلك، او اختيار يعني ان احنا نعملها تحت تخدير كلي او تخدير موضعي. معظم قرايبنا اللي احنا عملناها لهم بتخدير موضعي لان هو اقل خطوره وابسط، والمريض بيروح مع الدكتور في نهايه العمليه. ارجو اكون افدت حضراتكم وشكرا لكم.